ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائي صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 25، كتاب الهبات، وفيه 4 أبواب. والهبات جمع هبة، والهبة هي عطاء بلا مقابل، عطاء بلا مقابل. لا على سبيل الصدقة، بل على سبيل المحبة أو الهدية. أما إن كانت على سبيل الصدقة فلها بأشرطها، أن يكون فقيرا وألا يكون ممن يجب النفقة عليه. لكن الهبة تجوز بقى للكل، تجوز الهبة للغني، والصدقة لا تجوز للغني، والهبة تجوز للأولاد، والصدقة لا تجوز على الأولاد لأن يجب النفقة عليه، والهبة تجوز للزوجة ولا يجوز عليها الصدقة لأنه يجب النفقة عليها، وهكذا. يعني فيها إيه؟ تشبه الصدقة من جهات أنها بلا مقابل، عطاء بلا مقابل، ولكن تختلف عنها أنها تجوز للغني وتجوز للأصول وللفروع وممن تجب النفقة عليه، وأن المقصد منها التواد والمحبة والرعاية والعناية. لكن الصدقة المقصود منها الثواب وغفران الذنوب وغير ذلك، ولا تجوز إلا ممن يصح تصرفه، يعني من مالك تام من مختار رشيد. لازم الملك ملك تام، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون رشيد، يعني إيه؟ له بصر في المال، ليس سفيها، يعني يستطيع أن يحفظ ماله وغير ذلك. الباب الأول، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. شوف هنا أضاف الصدقة تبع الهبات لأنها فيها شبه، فهمت بقى؟ ليها شبه، وهي عطاء بلا مقابل لا ينتظر، فأضاف الصدقة هنا لأنها تشبه إيه؟ تشبه الهبة من حيث أنها عطاء بلا مقابل، يعني لا ينتظر عوض. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 48 بعد 204,000، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. سيدنا عمر بيقول: حملت على فرس عتيق، حملت يعني تصدقت إيه؟ على فرس عتيق، يعني تصدقت لإنسان أن يحمل على فرس عتيق. والفرس العتيق والفرس النفيس الذي يسبق غيره، يعني فرس نفيس، نوع إيه؟ نفيس، يبقى عتيق بمعنى نفيس، والفرس النفيس هو السابق لغيره. وحملت يعني تصدقت به ليحمل غيري، كويس، أدي معنى حملته. في غزوة من الغزوات مثلا، ولا في حرب سفر من الأسفار، سيدنا عمر إيه؟ تصدق بهذا الفرس لإنسان فقير يحمله إيه؟ ويستعمله، كويس، أدي القصة. فأضاعه صاحبه، الفرس يحتاج رعاية وعناية، فصاحبه يبدو أنه ما عرفش يرعى هذا الفرس، فابتدى الفرس يهزل ويضعف، فعايز إيه؟ يبيعه الرجل اللي خده، عايز يبيع الفرس. فأضاعه صاحبه، يعني لم يرعاه الرعاية الكافية.
فظننت انه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني سيدنا عمر بقى سأل الرسول هل ممكن اشتريه بقى منه واخده طالما هو هيضيعه ومش عارف قيمته بعد ما تصدق به؟ فالنبي قال له ايه؟ قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا النهي عند الجمهور نهي الايه؟ ان يشتري ما تصدق به ممن تصدق به، ان يشتريه او يوهب اليه مرة اخرى ممن تصدق به. النهي ذات نهي تنزيه عند الجمهور وليس نهي كراهة حد تحريم، عند الجمهور نهي تنزيه، وعند اخرين نهي تحريم. لكن الجمهور، الجمهور يعني ايه؟ يعني المذاهب الاربعة نهي تنزيه. وفي قول عند الحنابلة وبعض قلة من العلماء وافقوهم انه نهي تحريم. يعني الحنابلة عندهم رأيين، رأي زي الجمهور انه نهي تنزيه، وقول اخر انه نهي تحريم. طب وليه الجمهور حمله على التنزيه ولم يحمله على التحريم؟ لأنه الإنسان له أن يشتري ما شاء، طالما هيشتريه بعوض له أن يشتري ما شاء، فالشراء والبيع والشراء مباح. فلما قيد المباح ونهى عن بعضه يكون النهي في الغالب نهي للتنزيه، لأنه له الحق أن يشتري ما شاء كسائر المسلمين، واضح؟ لكن ليه نهى نهي تنزيه؟ مخافة أن يبيعه المتصدق عليه إلى من تصدق به عليه أرخص من سعره، مراعاة لحيائه منه، فهمت؟ فالنبي نهى عن ذلك مخافة أنه إيه؟ يرخص سعره مقابل أنه هو أخذه منك، فيبقى مكسوف منك، عنده حياء. تصور أنا أعطيتك مثلا شيء فوجدتك بتبيعه في السوق، فوجدتني أريد أن أشتريه منك وأنت تعلم أنني الذي أعطيته إليك، ممكن تدوني بنصف الثمن، يمكن تدوني بربع الثمن. فالنبي نهى عن ذلك مخافة أن إيه؟ أن يغبن الموهوب له في هبته إذا باعها، فخوف الغبن. ولما كان الغبن محتمل وليس متيقن، لأنه ممكن يتشبث بسعره الحقيقي، لما كان محتمل صار النهي هنا إيه؟ للتنزيه. فهمت طريقة فهم الفقهاء؟ وعن أبي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وعن أبي قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد. لكن افرض أنه باعه لإنسان، فأنا اشتريته من الإنسان التاني ده، يجوز بالإجماع، فهم؟ يعني أنا تصدقت بهذا الفرس أو بالصدقة دي على فلان، هذا الفلان باعها لغيري فأنا أشتريها من هذا الغير، جائز، فهم؟ لأن هذا الغير لا يستحي مني، لأن ليس لي، ليس علي منا له، يعني له منا علي، فهمت؟ أو ليس علي منا عليه. وعن أبي قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال. ليه أضاعه؟ لأن القيام بالفرس تكاليف، الفرس اللي عنده فرس عربي يمكن يكلفه أكثر ما ابنه يكلفه، لأن ليه طريقة معينة في الأكل وطريقة معينة في الإقامة وطريقة معينة في الرعاية ليس كل إنسان يستطيعها. فالرجل ده الفقير ده خد الفرس معهوش ما ينفقه على الفرس عشان يحفظه فأضاعه، ففكر يبيعه
فهمت بقى؟ ده السبب. يعني انا لو اديتك دلوقتي فرس وانت عايش في المدينه، ما عندكش اسطبل تحط الفرس فيه، وما عندكش انسان ايه يخدمك ويرعى الفرس اثناء عملك يعطيه واكله، هيبقى عندك بالنسبه لك عاله، تبقى مشكله، هتاخد الفرس تروح تبيعه بقى، لان مش هتعرف ترعاه. فهمت بقى؟ فده اللي حصل مع هذا الرجل، خد الفرس من سيدنا عمر جاهدا في سبيل الله، ولما رجع بيته لقى نفسه مش عارف يرعاه، لا عنده مكان يحطه فيه ولا عنده اموال ياكله كل يوم. فهمت ازاي؟ ففكر يروح يبيعه، وكان قليل المال فاراد ان يشتريه. فسيدنا عمر اراد ان يشتريه بقى لانه عارف قيمه الفرس ده كويس. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وده يدل لك ان الصحابه عندما تقدم على امر كانت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم تحريا في التصرفات والطاعه، لانه كان ممكن يعمل الحكايه دي عادي، ما يحتاجش يروح يسال النبي يعني، ما هو الراجل هيبيعه هيبيعه، طب ما اروح اشتريه. لكن ده يدل لك على ان الصحابه كانوا حريصين كل الحرص على توجيه النبي واستشارته فيما يخصهم من معاملات. فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. يبقى النبي هنا إيه؟ نهى نهي تنزيه، يعني مش من الأدب إنك أنت تروح تعرض إنك تشتريه منه وهو يستحي منك لأنه أخذه منك. ففي هذه الحالة هو أصلا قليل المال فعايز يستفيد بثمنه، فلو عرضت نفسك عليه أنك تشتريه يستحي أن يأخذه بثمنه مراعاة لخاطرك، فلا تعرض نفسك لمثل هذا، وافعل الأمر إيه لله ولا تعد إليه بعد ذلك مرة أخرى. وده من باب إيه؟ الأدب مع الخلق والأدب مع الحق سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، يعني يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. طب ده هيشتريه يبقى ليه عاد في صدقته؟ لأنه إذا اشتراه يخفض له في السعر، فكأنه عاد في بعض صدقته وليس كلها، اللي هو بعض الثمن، الفرق. فهمت بقى؟ وده يدل لك على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي احوال الناس واساليب معايشهم، لان الانسان عادته ان يستحي من صاحب المال الذي اعطاه. فالنبي خاف من حياء هذا الرجل ان يتنازل عن جزء من الثمن فيصير سيدنا عمر كانه رجع في بعض صدقته. فهمت بقى ازاي؟ اللي هو الفرق بين سعره الحقيقي وسعره بسبب الحياء. فهمت؟ لان ما اخذ بسيف الحياة فهو ايه؟ حرام. اخذ بسيف الحياة فهو حرام، وهنا ما حرمناهاش ليه؟ لانه اصلا كان من ماله واضاعه، فهو بيشتري وينقذه. فاهم؟ بسبب الانقاذ. لكنه النبي صلى الله عليه واله وسلم خصوصا لا اكراه، انا ما اكرهتوش، انا لم اكره، يعني ما اكرهتوش اخذه بالسعر المنخفض ده، هو بطيب خاطر لما وجدني انا الذي اعطيته اياه فوجدني اريد ان اشتريه، هو بطيب خاطره حتى هيخفض السعر، لكن هيخفض السعر ليه؟ بسبب شعور باطن في قلبي وهو الحياء مني. فالنبي حتى هذا الامر قال لك تنزه عنه وابتعد عنه. فهم؟ وعن ابي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال. طب افرض انت عايز تشتريه مثلا ومش عايز تعمل النهي ده، تعمل ايه؟ ابعت واحد صاحبي اقول له اشتريه منه. فهمت ازاي؟ يقوم صاحبي لما هيروح كانه بيشتري لنفسه،
فمش هيبقى في بقى ايه شميمة الحياة. فهمت بقى المسألة؟ لكن ما اروحش انا بنفسي ويكون ما يعرفش كمان ان ده صاحبي. فهمتني ازاي؟ في الحالة دي يبقى ما فيهاش كرم. ليه؟ لان زالت العلة وهو الحياء، انه مش هيستحي انه يدوله بسعره المعتاد لانه ما يعرفوش. فهمت بقى المسألة؟ علشان بقول لك بس كيف ايه تحتال انك تبتعد عن الكراهة وتحصل على ما تريد. هو سيدنا عمر عارف قيمة الفرس ده وخايف ان هو يمكن اللي هيشتريه زيه ياخده برضو يهين الفرس ده. فهمت ازاي؟ فممكن يفكر كده. لو فكر كده تبقى صحيح، يبقى هذا التصرف صحيح وخرج عن النهي. لان علة النهي ايه؟ ان يستحي ان يبيعه لمن تصدق به عليه باقل من ثمنه. فهمت ازاي؟ فلو اشتراه ما هو من يكون اجنبيا عنه ولا يعرفه يعطيه بسعره، يبقى ما فيش بقى العلة. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال وحدثناهم قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. فهمت يعني إيه يعد؟ لا ده هيشتريها يدفع فلوس. إيه فين عاد؟ فين؟ لأنه سوف يعود في بعض صدقته بسبب إيه؟ انخفاض السعر عن سعره الحقيقي بسبب حياء المتصدق عليه. فهمت بقى إزاي؟ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. دي مسألة تانية. يبقى في نهي عن شراء أو تملك الصدقة بعدما خرجت من ذمتك مرة أخرى. دي والنهي هذا للكراهة عند الجمهور وللتحريم عند البعض. واضح؟ طب مسألة تانية بقى، هل يجوز ان انا ارجع فيها اصلا بعدما قبضها المتصدق عليه او الموهوبة له؟ ارجع فيها اقول له انا غيرت رأيي الدهان مش هديك حاجة. فهم؟ هنا بقى مش هشتريها، ده انا هرجع في رأيي. فهمت ازاي؟ يبقى الشراء مرة اخرى او تملكها باي وسيلة الا الارث. افرض قالت الي بالارث، افرض ان انا تصدقت مثلا بصدقة لابن عمي فقير، وابن عمي ده ملوش حد يورثه لنا، فلما اخذها مات فقالت الي ارثا. يجوز. فهمت بقى ازاي؟ يجوز لو قالت الي ارثا ما فيهاش مشكله. فهمت؟ لكن لا يجوز انها تقول الي شراء. فهمت بقى المساله؟ لا يجوز على سبيل الكراهه مش على سبيل التحريم. طب هل يجوز انها تقول الي بالرجوع في الهبه اصلا بلا مقابل او انا غيرت رايي هات انت بتستاهلش. فهمت ازاي؟ وارجع فيها تاني ولا لا؟ الرجوع في الهبه بعد قبضها من الموهوب عليه حرام. حرام. فهمت بقى ازاي؟ الا ان يكون ابن ولد من اولاده، الا ان يكون فرعي للفرع بس ممكن، لان انت ومالك لابيك. يعني ممكن انا اعطي ابني حاجه وغير رأيي بعد فترة ما يجراش حاجة لأن ابني. فهمت؟ لكن لو اديتها لأخويا ما رجعش، لعمي ما رجعش، حرام، لخالي ما رجعش، لزوجتي ما رجعش، الابن بس. أب. ها؟ أب. إيه؟ مبسوط. إيه؟ إلى الأب لو ابن عاطيني أب يهدي لأب. لا ما هو الأصل برضه الأصل أنت ومالك لأبيك. يعني انت وهبتك لابيك اصلا. انا بنتكلم على ايه؟ ليست لك حريه التصرف في مالك تجاه ابيك، لان ابوك يقدر يقول لك لا خلاص. فهم؟
احنا بنتكلم حرية التصرف، حرية التصرف تكون للابن هنا، انما الاب الابن ملوش حرية التصرف مع ابيه، فهمت؟ ذهب ده الجمهور، ده كلام الجمهور انه الرجوع للابا حرام. الجمهور اللي هم مين؟ المالكية والشافعية والحنابلة. الا للابن له ان يرجع، فهمت ازاي؟ طب ابو حنيفة قال لك لا، والاقارب كمان ما يرجعش فيها ولو كانت الاقارب، لانه يؤدي الى قطيعة. ابو حنيفة وسعها شوية، قال لك الابن والاقارب، الاقارب زي الاخال وزي العم وزي ابن العم وابن العم يزعلوا منك، يبقى انت كده بعد ما اديت له حبك هتاخدها منه يكرهك، فانت اديت الى قطيعة، ما كنتش تدي لهم الاول، فهمت؟ يبقى الرجوع في الهبة بين التحريم كله حرام، بس التفاصيل، تفاصيل في صور الحلال والحرام، فهمت ازاي؟ الشافعي قال لك الاجنبي ما ترجعش، ومين الاجنبي غير الابن ما ترجعش اذا قبضها، اذا قبضها. طب ما لم يتم القبض ارجع بقى فيها، ما يكررش حاجه، انا بتكلم اذا حازها يعني قبضها، فهمت؟ لكن اذا قبضها يجوز الرجوع للابن بس، ده في الجمهور، عند الجمهور واضح. لكن عند ابو حنيفه قال لك لا، والاقارب كمان. ما هو داخل فيها برضه. الاجنبي الا الابن داخل فيها الاقارب. لا يعني ابو حنيفة قال لك ايه؟ قال لك ما ترجعش حتى في الاقارب. ها؟ وسعها ابو حنيفة. ايوه وسعها شوية. يعني الشافعي قال لك اذا كان الابن لك ان ترجع. فهمت ازاي؟ الامام ابو حنيفة قال ايه؟ قال ما ترجعش مطلقا حتى ولو كان الاقارب. يعني لا قصدي ارجع فيها ولو كانوا اقارب كمان واستح، يبقى ابو حنيفه واستح. يعني لك انك ترجع لو كانت لعمك او لخالك او لابن خالك او لعمك، لان في علاقه قرابه. الشافعي قال لك لا، الاجانب غير الايه؟ يؤدي الى القطيع، يؤدي الى القطيع. فهمت المساله؟ يعني الابن لا يجوز الابن. شوف انا هقراها لك كلام الامام النووي، يمكن ايه نعبر عنها بطريقه احسن، نشوف الامام النووي معبر عنها ازاي، يمكن انا ايه اخطات في التعبير، فنقولها لك بطريقه تبقى واضحه. شوف يا سيدي، الرجوع في الهبه والصدقه بعد اقباضها محموله على هبه الاجنبي، يعني لو هبته الاجنبي ده حرام ترجع فيه، كويس؟ اما اذا وهب لولده وان سفل، يعني ان سفل يعني احفاده، فله الرجوع فيه، كويس؟ ولا رجوع في هبه الاخوه والاعمام وغيرهم من ذوي الارحام زي سائر الاجانب، يعني الاخوه والاخوه كل دول زي سائر الاجانب، فهمتني ازاي؟ هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي. واضح الكلام؟ طيب، وقال أبو حنيفة وآخرون يرجع كل واحد إلا الولد وكل ذي رحم محرم. أي واحد بيهب أي هبة يرجع فيها في أي وقت براحته، إلا الولد ما يرجعش في هبته لأبيه بس. فهمت بقى في مذهب أبو حنيفة؟ ولو قابض. ما هو الكلام إحنا بنتكلم بعد القبض، فهمت ازاي؟ فهمت الفرق بين مذهب الاحناف تاني؟ نقراها تاني؟ عشان انا عبرت عنها في الاول بطريقه ملتبسه. فهمت ازاي؟ فخد بالك. والصدقه بعد اقباضها يحرم الرجوع فيها، والهبه يعني الصدقه والهبه بعد اقباضها يحرم الرجوع فيها. كويس؟ إذا كان لأجنبي، إذا كانت لإيه؟ لأجنبي. أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع. واضح؟ زي حديث النعمان بن بشير هنقراه دلوقتي هنفهمه. ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام، يعني الإخوة والأعمام زي الأجانب بقى في المسألة دي. فبرضه يحرم الرجوع في الهبة ليهم، لانه يؤدي الى القطيع،
فهم؟ هيؤدي الى قطيع، وما يؤدي الى الحرام حرام، فهم؟ وغيرهم من ذوي الارحام. هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والاوزاعي. وقال ابو حنيفه واخرون اي واحد يرجع ثيابته في اي وقت براحته، فهمتني ازاي؟ ولو قبضها الموهوب له، الا الولد بس لا يرجع في هبتي لابيه. ده مين؟ فهمت الاحناف؟ يا احناف فهمتوا يا احناف؟ خلاص الحمد لله، اكتر من كده وربنا بيزيح. لكن خد بالك الاحناف قال لك برضو ايه يعني، لا لا يعني لا يحرم لكن يكره، فهمت ازاي؟ الاحناف عندهم مش معناه يعني حلال كده ويستحب لا انك ترجع في الهبه، لا ده قال لك ليس بحرام لكن مكروه انك ترجع، بس مش حرام، ده راي الاحناف. الشافعي لك لا حرام، فهمت بقى المساله؟ يعني الفرق في الحرمه ولا كراهه؟ فكأن الأحناف مالوا أنها تكون خلاف الأولى، لأنها فيها نوع من سوء الأخلاق وسوء الأدب مع الناس، وإنها قد تؤدي إلى شقاق ونزاع، قد، فاهم؟ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولدي وإن سفل. يبقى العنوان هنا ماشي مع مذهب مين؟ ماشي مع مذهب الشافعي والمالكية، فهمت إزاي؟ والأوزاعي، ومش ماشي مع مذهب أبو حنيفة، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده كثير من العلماء قال لك الظاهر الإمام مسلم ده كان شافعي. لأن لما تيجي تتتبع كده الأبواب تلاقيها كلها ماشية على مذهب الشافعي. كانوا محتارين، يا ترى الإمام مسلم، أصل أئمة الحديث غالبا يغلب عليهم إن هم يبقوا تابعي الحديث، مش تابعي مذهب معين، مش مقلدين يعني، في الغالب الأعم. فلما تتبعوا الإمام مسلم في عناوين إيه أبوابه وفي ترتيب الأبواب والأحاديث، قالوا ايه ده؟ ولا مو مسلم ده شافعي ولا ايه؟ اصدار شافعي، فهمت؟ لو وجدوه ان هو ايه يميل لطريقه تفكير الشافعيه. وعن ابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب. هنا يرجع غير الثاني يشتري، فهمت ازاي؟ هنا يرجع بأي وسيلة، سواء بالشراء بقى أو بإيه، بالعود مطلقا بلا شراء. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحطت ألف عند ابن عشان منسوب لأمه. ها؟ بس محمد هي ستنا فاطمة اللي جابت محمد. ها؟ غريبة دي. ها؟ ما هو ده ابن الحنفية، أنت بتقول ابن الحنفية وده بيقول ابن فاطمة. ها؟ ربما يكون من النسل الشريف، يعني جدته فاطمة فيبقى ابنها فاطمة، فهمت ازاي؟ تحتمل كده. يعني يكون منسوب لجدته وليس لأمه، فهمت ازاي؟ محمد بن الحسن ابن علي، أم الحسن مين؟ فاطمة، تبقى أم أولاد الحسن برضه، فهم؟ يحتمل كده يعني من ذريته. أما نشوف يمكن قال حاجة هنا ما علقش عليها خالص. قال محمد الباقر، بس ما قالش الامام النووي، انا اللي كاتبها. كنت سالت فيها الدكتور علي جمعه زمان سنه كام؟ هقول لك انا كاتب انا الاجابه من طول السنه، لان كانت قابلتني برضو فقلت اسال فيها. الكلام ده كان سنه 2001 6/2/2001 بالازهر الشريف يوم 3 12 ذو القعده،
1421 هجريا، فهمت؟ فقابلت الدكتور علي جمعه في الازهر فسالته، قلت له ايه محمد ابن فاطمه؟ ستنا فاطمه ما لهاش اولاد اسمهم محمد. فالدكتور علي قعد فكر كده وقال لي يبقى محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمه، ويبقى جدته فاطمه. فهمت؟ فرحت انا كاتبها. فصلح بقى كتابها فوق. هنا ابن الدف او بنت الدف. ها؟ هنا والده ابن بس او بنت. مش فاهم. في العنوان ما وهبه لولده. ابن ولده. البنت مولوده ولا ما بتتولدش؟ البنت بتولد ولا لا تولد؟ يبقى كل مولود ولد سواء كان ذكر او انثى. مش البنت بتتولد برضه؟ ولا بتتآياها من البق؟ يعني البنت بتتآيا من البق. البنت قيء ولا مولودة؟ مولودة. يبقى ولد وإن كان له ولد. واخد بالك؟ واخد بالك؟ إن كان له ولد فلإيه؟ فلأمه الثلث. إن كان له ولد يعني مولود سواء ذكر أو أنثى. فهمت يا أستاذ؟ يعني ولد ليس بوي. خد بالك؟ لا، مش معناه ولد يعني ايه ذكر يعني، لا، يعني معناه مولود. مولود. كل مولود ولد. عشان كده السعوديين ايه، مره كنت ماشي كده وانا شايف كده فبيقول يا ولد. احنا عندنا مصريين اما حد يقول له يا ولد كده وهو كبير كده يعني بيهزق. فانا قلت له تعالى هنا، ايه ده انت في مكه هنا تهزق الناس تقول لي ولد؟ ايه ولد دي؟ قال لي معلش كل مولود ولد. قلت له خلاص يا سيدي، جزاك الله السلام عليكم. يبقى قال سمعته محمد ابن ايه؟ ابن فاطمه. فين احنا رحنا فين؟ سمعته شوف بقى ان محمد ابن فاطمه بنت رسول الله. الحديث اللي قبله في محمد ابن علي ابن الحسين، ما حلها في الحديث اللي قبله. شفت بقى حلها في الحديث اللي قبله، محمد ابن علي ابن الحسين. الاسناد اللي فوقيه بين لك مين محمد ابن فاطمه. قلت بالك بقى، فدي لطيفه بقى. وعن ابي قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير انه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل الذي يتصدق بصدقه ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم ياكل قيئه. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن المثنى. من لطائف بقى الامام ابو حنيفه، يعني عند ابو حنيفه قال له يجوز الربع مطلقا، قالوا له بس الكلب يقيء، قال له هو الكلب مكلف ما يجي وهو يرجع في قيء. ده تشبيه بس ايه لبيان يعني، يعني انه لا يليق بالمسلم الكامل الاخلاق انه يعمل كده، بس مش معناه حرام يعني. فهمت ازاي؟ ده طريقه الامام ابو حنيفه لطيف يعني. قال لهم ده كلب يا اخي يقيع يرجع في قيء وما يقيش، بس حاجه تقرف وخلاص، هي حاجه مقرفه لكن مش حرام. هي حاجه مقرفه لكن ليست حرام. يعني شوف لطافة الفقهاء، يعني كل فقيه بيبقى ليه طريقة توجد. ليه بقى؟ لأن قال لك إن الإنسان حر التصرف في ملكه، تصرف فيه كيف شاء، وهو بيتصرف بلا مقابل. طالما بيتصرف بلا مقابل ما زالت له إيه؟ له سلطان على ماله. لكن لما يخرج منها بمقابل كبيع وشراء معلش خرج، لكن ده بلا مقابل، فما زال له سلطان على ماله. فهمت إزاي؟ أدي الحكاية، ده طريقة تفكير يعني الفقيه يعني. وعنه بيقال لكن الشافعي قالوا ايه؟ قالوا بس لو كان غير الابن ورجع هيؤدي الى ايه؟ شقاق ونزاع، والشقاق والنزاع حرام. ما خدوهاش من التشبيه، ما خدوش التحريم من التشبيه، خد بالك.
خدوه الى ما تؤول اليه انها تؤدي الى الشقاق والنزاع وتؤدي الى نوع من البغضاء والكراهيه بين الناس. يعني انا ادي لابن عمي حاجه وبعد سنه اقول له هاتها لي تاني، فهمت ازاي؟ ما يصحش يعني، هيزعل مني، يمكن لو ما اديتهالوش ما كانش هيزعل، فهمت ازاي؟ فتؤدي الى القطيعه بعد ذلك. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه ان قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله، كانه فعل مقزز يعني فعل يؤدي الى الايه. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. باب كراهه تفضيل بعض الاولاد في الهبه، او حديث النعمان بن بشير حقيقي اللي هو ايه دليل الشافعيه على جواز العود في هبه الابن، استثنوا الابن ليه؟ عشان حديث النعمان بن بشير، لولا كده ما كانوش هيستثنوه، كان هيقول لك حتى حرام الابن. جالهم حديث النعمان بن بشير اللي هنقراه دلوقتي، فايه دل على جواز العود في هبه الابن، واضح؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، نحلت يعني اعطيته، واتهن صدقتهن ايه؟ نحله، نحله يعني عطيه، يبقى نحله في سورة النساء يعني عطية، نحلت أعطيته، فهم؟ أعطى إيه؟ غلام يعني عبد يخدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ اديت لكل ولادك زيه؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. أمروا بالعودة في الهبة، وكان ابنه، فاستدل الشافعي على جواز العودة في الهبة للابن، فهم؟ وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال اتى بي ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما، فقال اكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردده. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينه حا قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك، وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا فرده. قال فرده. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله. هنا ما قالش إيه ماله، الروايات الثانية إنه إيه عبد رقيق غلام. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يدلك على أن الزوجات كانت حريصات، لأن دي كانت زوجته الثانية وكان ليه أبناء من زوجة أولى، فهو أراد أن يفضل الابن ده على أبنائه من الزوجة الأولى. الوقت الضرة تفرح قوي، لكن شوف بقى الصحابيات قالوا لا نروح نشهد النبي عشان الأحسن، الثانية أنت ما اديتش لأولادها زي ما اديت للواد ده، فهمت؟ شفت بقى الصحابيات كانت إيه محترمات إزاي، حاجة جميلة. لو أيامهم نتجوز اثنين وثلاثة ما يجراش حاجة، ما بيغيروش من بعض، لكن في الزمن بتاعنا ده يا بقوا منار،
اوعى تدخل في النار كفايه واحده والا هتتلسع، خد بالك. فالصحابيات رضي الله عنها كان حاجه جميله، فقالت له لها انا مرضاش، مع انه ده ابنها ده تفرح. فهمت ازاي؟ ليها ضره، خافت ان اللي احسن ما يبقاش عدل بينهم، لان العدل مطلوب بين الايه الضرائر، فهي كمان خايفه جوزها يقع في الظلم. فشوف قد ايه المراه كانت حريصه ونصيحه لزوجها. لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني ايه اولادك في من الزوجات الاخريات يعني؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقه. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حال قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير ان امه بنت رواحه سالت اباه بعض الموهبه من ماله لابنها فالتوى بها سنه. هنا استوى ايه؟ ان هي اللي قالت له ادي للواد ده حاجه، لانه عيل صغير ولادك التانيين كبار. فاهم؟ فالتوى بها سنه ثم بدا له فقالت: لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فلما وافقها بعد سنه ضميرها انبها، قالت: لا نروح برضه ناخد راي النبي نشوف لحسن تكون المساله فيها مشكله. فاخذ ابي بيدي وانا يومئذ غلام، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان ام هذا بنت رواحه اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، الك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: اكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني اذا، فاني لاشهد على جور. يبقى ايه اختلف العلماء في ايه؟ في جواز الهبه للابناء، هل يجوز انك انت تفضل احد الابناء على بعض في الهبه في حال حياتك، ام يجب العدل؟ واخد بالك؟ ام يستحب؟ فهمت ازاي؟ دي مناقشه بين العلماء. فذهب معظم العلماء الى انه يستحب العدل بين الابناء. واخد بالك ازاي؟ يستحب. وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي تنزيه وليس نهي تحريم. نهى نهي تنزيه بدليل ايه؟ ان النبي قال له اشهد عليه غيري. شوف، قال له اشهد عليه غيري، فلو كان حراما مطلقا ما يقولش اشهد عليه غيري. فهمت بقى؟ في روايه كده قال له اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور. وجور هنا ليس بمعنى ظلم، بل بمعنى ميل عن ايه؟ عن العدل الظاهر بين الابناء. فاهم؟ مطلق الميل، مطلق الميل ثم جور. كون النبي قال له اشهد علي غيري وقال له لا اشهد واشهد على غيري وقال جور، فاقر ان يشهد غيره، دليل انه ازال الامر من الكراهه من التحريم الى الكراهه. ده راي مين؟ الشافعيه، وكذا ايه المالكيه والاحناف. اما الحنابله فذهبوا الى التحريم، لان ناهي هنا للتحريم. فهم؟ طيب، إذا قلنا أنه يستحب العدل، فالعدل بنفس الهبة بقدرها ولا يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بعض الأصحاب في مذهب الشافعي قال لك لا، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، بس هذا مرجوح، مرجوح في المذهب، والراجح أنه يعدل. اديت لابني شقة، أدي لبنتي شقة. اديت لابني عربية، أدي لابني عربية. مش أدي لبنتي عربية أو أدي لابني عربيتين. ادي لابني رغيف او مدي لبنتي نص رغيف. لا، ما ينفعش كده. يعني ادي لكل واحد حاجته. فاهم؟ يعني الدنيا برد، ادي للواد بطانيتين يتدفى والبنت اديها بطانيه واحده. ده ما ينفع الكلام ده يعني. ما يصحش. فاهم؟ ادي المساله. يبقى العدل تساوي في العطيه، يعني تساوي، يعني تقضي حاجه كل واحد عند حاجته. ادي العدل. تقضي حاجة كل واحد عند حاجته. يعني افرض انا ابني دلوقتي في الجامعة محتاج مصاريف الجامعة، وابني التاني لسه ما دخلش المدرسة،
اما ادفع مصاريف الجامعه ليه ده؟ او امدي للواد اللي ما دخلش المدرسه مصاريف جامعه؟ لا، ما حدش قال كده. اما استنى لما يبقى الواد ده في الجامعه هدي له برضه زي ما اديت لاخوه لما هي كان في الجامعه. فهمتني بقى المساله؟ ادي العدل. يبقى العدل ان انا اعطي كل واحد من ابنائي ما يحتاجه وقت حاجته. ما يحتاجه وقت حاجته. فهمت بقى المساله؟ وده الراجح في المعامله. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم. والامام احمد بن حنبل كان يقول بحرمتي ايه؟ اعطاء تمييز بعض الابناء في العطيه عن الاخرين، كان يقول بحرمتي حتى التقى بالامام الشافعي وسمع منه تاويل هذا الحديث فله قول اخر كالشافعي. تاثر بايه؟ بفهم الامام الشافعي في الحديث. وعشان كده الامام احمد بن حنبل له قولان بالتحريم وقول بايه؟ بالنهي الكراهه. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عاصم الاحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي لا تشهدني على جور. يعني افرض انا ابني محتاج جراحه هعمل له عمليه وابني الثاني سليم، العمليه دي هتكلفني 10,000 جنيه، او امدي لكل واحد من ولادي السلامه اللي مش محتاجين جراحه كل واحد 10,000 جنيه؟ محدش قال كده. فهمت بقى ازاي؟ محدش قال كده. لان في عيال بتعمل كده على فكره، تروح لابوه انت اديت لاخويا مش عارف ايه عشان يسافر هيروح يدرس مش عارف ايه، هتديني انا كام بقى؟ الله، طب ما انت قاعد انت مش مسافر. هو انا دلوقتي هو مسافر علشان يعمل دراسات مثلا زيكم كده سايبين بلادكم وجايين هنا واخواتكم هناك قاعدين، يقوموا اللي قاعدين هناك يقولوا لا اديني زي اللي مسافر في مصر بيدرس في الازهر. فهمت ازاي؟ عشان انا اخوه؟ مش ما ينفعش كده. لكن لما يكبر ويحتاج يسافر هيسافر. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فاشهد على هذا غيري او لو كان حرام مطلق ما كانش يقول له اشهد على هذا غيري لان النبي لا يامر غيره ان يشهد على حرام مش كده برضه؟ عشان كده الامام الشافعي لما قال الامام احمد بن حنبل الحجج دي الامام احمد بن حنبل تراجع من التحريم الى ايه؟ الى الكراهه. فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا يعني فلا تميز احدهما على الاخر. اسم الحديث حدثنا ابن نمير ما قرتوش ده؟ طيب اللي هو الحديث السبعين بعد المئتين والاربعه الاف. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الك بنون سواه؟ قال نعم قال فكلهم اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال فلا اشهد على جور. لان النبي لم يجد مسوغ ان يميزه عن غيره. افرض انك انت عندك ابن مريض عاجز لا يستطيع ان يسير فاعطيته غلاما عشان ياخده ويوصله المدرسة ويجيبه ويشيله ويحطه وأبنائك التانيين سلام النبي كان يشهد لأنه محتاج في مسوغ. فهم؟ لكن لما وجد أن ما فيش مسوغ للتمييز فالنبي قال خلاص ما فيش داعي تعمل حاجة زي دي. لكن بيبقى في مسوغ، افرض لك ابن مثلا ما قدرش ما نجحش في التعليم وأولادك كلهم نجحوا وأصبحوا موظفين وليهم دخل كويس وابنك ده الوحيد اللي ملوش دخل فانت ميزته بشيء عشان يعرف يواجه به الحياه لانه ضعيف لا يجد وظيفه وليس عنده ايه مهنه معينه يمتهن لانه عجز عن ذلك بسبب ايه؟ ما قدرش يعني امكانياته العقليه والذهنيه لم تؤهله ان هو يبقى بهذه الصوره فانت شايف انه ضعيف فميزته يجوز لان في مسوغ. لما يبقى في مسوغ ما فيهاش مشكله، لكن لما يبقوا كلهم سواسيه كده وبعدين انت تميل لواحد هو ده اللي ما يصحش. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي
قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد على فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب العمرة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير.